بسم الله وعلى بركة الله متابعينا الأعزاء، نسير مع شوطنا الرابع للحقائق، الشوط الخاص بالجعدان. أسير مع البداية وأسير مع المركز الأول. أستفتح الإذاعة بشعار محمد بن سالم بن سعيد الهاشمي، يقدم لنا لطام لطام مع البداية والمركز الأول. ثاني المراكز، هنا شاهين يتقدم، حمدان بن محمد بن نكد المدهوشي، هنا يقدم شاهين، غير إلى البداية والمركز الأول. ثاني المراكز وثالث المراكز، هناك الغزال ولطام جميعا لمحمد بن سالم بن سعيد الهاشمي. والمركز الرابع، هناك اللي غادم واللي واصل هو سلم طفي حميد بن علي الهاشمي، يتقدم مع المركز الرابع. هناك ايضا والمركز الخامس، الغادم شاهين حمد بن حميد الهاشمي في خامس المراكز. نداءنا للخمس المراكز الاولى، اعود مع البداية وأعود مع مقدمة الشوط مع بن نكد، من يتقدم مع شاهين حمدان بن محمد بن نكد المدهوشي، يقدم هذا الاسم. بينما الغزال غير هنا مع البداية ومع الصدارة محمد بن سالم بن سعيد الهاشمي، مشارك باسمين في هذا الشوط حرصا بالفوز والانتصار. ومطفي مع ثالث المراكز حميد بن علي الهاشمي. أهالي حميضة متواجدين يطالبون بالسلام، يطالبون بالفوز والانتصار. مطفي غير إلى ثاني المراكز، هناك اللي غادم وصل أيضا الحضور والقدوم من لطام محمد بن سالم بن سعيد الهاشمي، واللي غادم أيضا وصل شاهين حمد بن حميد الهاشمي مع المركز الثالث. هناك ايضا مطفي غير مع البداية، راح مع الصدارة، دخلنا في الكيلو الخطير، الكيلو الأخير. يا سلام، أهالي حميضة متمسكين مع البداية، متمسكين مع الصدارة. هناك أيضا أهالي حميضة وأهالي الحيو. الله، وين السلام؟ وين الفوز؟ أيضا الغزال ومطفي والغزال هنا مع البداية. حميد بن علي الهاشمية ولع يا مولع، ولع ولع مع البداية مع الصدارة والمركز الثاني. هنا محمد بن سالم بن سعيد الهاشمي مع الغزال، ولكن مطفي مع البداية، مطفي مع الصدارة، سلالة مطفي الرئاسة هنا مع المركز الأول. هذه السلالة الهملولية، راح مع البداية والغزال، الغزال في دوامة المنافسة والصراع. الله ولعت بين الأسماء الاثنين، هنا مطفي والغزال، المعركة ثنائية بين أيضا شعار محمد بن سالم وشعار حميد بن علي. سلام، وين السلام؟ وين مطفي والغزال؟ الغزال ومطفي، لا زالت المعركة غايمة، معركة الفوز والانتصار. اللحظات الأخيرة، حميضة سلام، مولع سلام، تهانينا والناموس حميد بن علي الهاشمي على فوز مطفي بالمركز الأول. المركز الثاني الغزال محمد بن سالم الهاشمي، والمركز الثالث أيضا شاهين حمد بن حميد الهاشمي، والمركز الرابع للطام. تهانينا والناموس لحميد بن علي الهاشمي على فوز مطفي بالمركز الأول. التوقيت 4:33.